حوايجها وقلت توفى دي الاخر ايوا دي لي كان في وضن لان هناك زياده والله اعلم عطيك الصحه الشيخ دائما نقرا غير مصدقين المجدين والناس يوم ما تنقل يسقسى يغرى الحديث التدوينين كيش كان ايفض ومدلع فور بيم ومن بعد اثم ظلم قالك ظلم جد هناك هذه السل القراع اللي عادك في الدين واش بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعد ما تبدو غاد الروح هناك ماذا بك غير تفصل شويه يبقى نتعب اولا باش هذه السنه هو يجيب صح ثانيا ان مش هيظهروا الصوره يقول دوغا لنا الروح يا زلمه اسمع سجل اسمع سوي اللي قال ايدي الجاد بوينت زينس مليح من بعد جنت واحد سلف عليك يتقبل عليك واحد صحيح صحيح بالنسبة للسؤال ديال المسلمين زوردي السؤال اللي قبل بان المسائل الغيبية ونتار الحقات سيدنا هو من غير سجمين الرسول عليه الصلاة والسلام يم الرسول عليه الصلاة والسلام نطلع ليون نيك ولم ما يلحد مازالوا تكفينا راه ما غاديش يمكن تكفر يسن جماد الصحابة إن يسن أرواح وسن جماد ثلاثة سن بيحضر هذه سورة ليس النقطة إلها ما سن نرنو بالنسبة لوجد قارن ولا إلى قارا إلى قن نطلتان بلاد من نمفارا قن نرول ولا شغل إلي فنبدل سيني مثلين لد نسمش إلى عباد ولا شغل إلي فنبدل غفينا كن يموثن ندنا ذرين الهن في الله تأذين الميت وارد حديث البراء بن عازب إذ يروى الإمام أحمد وهو حديث صحيح دون اختلاف حديث طويل يظول يديها ضرم بلي الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث لها إذا من بعد متفى أكيد تكفى في الضرم كي حفزني هذا رأس عنده واحد زعف ما أكثر أسمي هذا الضرر من الترقيه لا يفز ولا يضرون ذلك الزكاة يحكي لسن ديك سقسط وزكاة ما تنفغى الروح ألما يغالي كده الروح ألما يروح دمالك السؤال كي يستقسينا دي روح وزن فارق من مذنب والميت منين يخدي السل إضارا جمدانا ما تنفرق نذبح حمس بن انت مرح كان اسم دي السل ولوك نذا السلم اسم دي سيول اسم دي يعني عطف الحويج ولكن حكمة الله بغاين أن يظن يريد إلى قرانا اسم سلمي إذا صحيح كنين لكن دغدي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بما يمثبنا دم أدفع الرحيس يكون ابننا راح المؤمن أدفع الرحيس التالي سيهنوان تجنيد أكدر الملائكة هذا سدوين لك فنسي الجنة سدوين الحانوت الحويج اللي يخدم من الكافور الجنة أكيد قبل الملائكة الرحمة أديو على الروح غرس من بعد ذلك توسق سيان وزر بيك الوزن بيك الوزن هذه حرفه أن أنا بعض الروايات اللي راح يرفض ذكر رئيس أكيدر تمزل أكيدر تمزل تنوز كان يغان في الله ولكن الروحات اللي يغالل ما تشير في المنطقة جين الدولية في المنطقة الأخرى معنى هذا كان يسمى المؤمنة هي ولي وتا هذه ولي في ودي السفا هذه ولي إلا المؤمن خاصة بعد ما في سقسين وضرب بيه كان وذن فيه ذا شو الديني ذا شو ديني ذي القرآن نتسمى ذي جاوب هذه ولي التقنية سيدي بقنار بهم كان في الجنة أفضل الله ربي هذا الوقت قبل دي جهنة معا سيني لو كنت خذي مضاين ندير هذا ممكن إيه بيس خذ مضاين لهان هذا ممكن يكدي الجنة هذه ولي وبعد ذي فرح من بعد ذي روح غرس العمل الصالح يجي خذم أنا سيني كيني بالعمل الصالح اللي تخل ماضي الدنيا ذي كوالي صغ هذه وتاوز كانت اللي تفت فيجي لك ودي ينطق الميت اسم هيني وجد جد فيرس خدمت تيني غيني الهان خدمت من من ونيني الهان هذه يتاف الناس في اللون وفتاة هذه يدي يفكر بتفت بغزتاة واستوحيش ما بغزتاة المريم القيامة ومن بعد مستنى دي حارسين ربي أقيم الساعة ومن بعد الجنة وتحل فورك على ما تبطل وتحل فورا هذه التاجد النعيم على ما يوم القيامة يروح العاصمي وقبل تاجين ومن بعد الروح يتطرح على البرزخ أي مليل انتد الأرواح زورا انتد أي تاية شما كنت تأتي الهانة من يوم كفويرة أنا ما ديوم القيامة ما إذا ضرح الشقي والعياذ بالله أضرح نغرس الملائكة أديش في ضرح يسمى كنادك صفة تغط تفوز والعياذ بالله كيجي بالذات كيجي يذكر الحديث أسيد سد رح ملك سؤال قعداني هسيد زمن أضرح من زرمان جهنم والعياذ بالله لا يبال تلك المسالة دي ما تشير سخوف ولكنها حقيقة إلا قليل ظهران تظهران
باش انت لا وازن خدمنا لين ندير لي الدنيا باش هذا وازن خدمنا لين هي عندي الدنيا باش تخممني اسم الديس نسن فبد تخممني والمكان سن تخممني لقب نسن تحب نتيفا حذف نتيفي ونادي حذف ذاك لي الدنيا ولا يسقي الزبد كذي لاخر خاطر كاين فاره وسقي الزبد لكن تينا الشيخ محمد الحسين وين يخدم مني حذف وريح وجرى راه يحذف ما زوينور نحذف وتين فاره وسقي الزبد سقيز كاين القيامه الور بنادم الدور هذا قيل الروح الشقي الروح اللي ستة اللي فيه ناس تضجر الملائكة السماء الدنيس اللي نرتبوه الدوغة الغرب صدق كان الدوغة الغرس من بعد السنة يتسوغو دسوغو اللي يبوا في الوحش ففي السقسين الملائكة وري الظرد شادي جاوب أنا وإذا نبيك هذي صغل على الشيطان أنا وإذا ربيك هذي صغل على الشيطان والعياذ بالله ومن بعد الملائكة وثنيون تمخيخ تدي روح الدو تموت سبعين سبعين خريفا إنك من بعد أطرح الروح اللي صغر سجين بيون ومكان جهنم هذه الدنيا قبل الاخر هذه تسايش لي كوشمار ندير المد يوم القيامه يعذب المد يوم القيامه ادي سليم بان ما تنفرق سيدي درتي غدو ندير خماني الهان اللي غدو ندير ولكن هيا ولاش نشتاقي ترى نكون ندم على يدي ان شاء الله ربي ان شاء الله هذه باب ربي ياكل المؤمنين وهذه باب ربي ياكل يدي تحسن ان شاء الله أخطر تمثل تجي مسألة عقيدة إلى قلائبة وصدران وفي سنات من الناس ما تشي ذا سخوفين سخوفين مذنن ولكن ما سنغيو مذنن إلا الوحش ذا يمتسى الديارة نومني ما نيك مثال الدار أخطر ديري في مكاننا ما سنغيو ناس مخدمة الله في تاس مش أدخل الله كسي دعا تمثل ما تشي ذا سخوفي سخوفة نحذري حذرة دير تسوات مرضي على الغرب يجي غض كي نفس ونشتا حذري ما نيك ابنك مرن دايس فوضى تسلمين يجي يكتب خالي الدمع هذا غير ورد له ان شاء الله اعطيك صحه الشيخ كيف ربي سؤالا قالوا اربع دقائق قد يقول انا كم يقول مثلا سقسي افلسس العلاقه يلين قال تمطوط تلوسي في نسنا قال خالد تلوسي في نسنا اشو ممكن انسان العلاقه تجي أشو يلز إتقاب شرعيز إلى قدميني أشو يلقنا لن أدميني خطر ديك وان تخلط إذا نطس محيا إذا نطس البطر جاريوي جيان أفت جار تيجيان أفت فيجيان يالان تخلط الأمور أطس ديك وان تسكور إنتد المحاللين فران البطلاء نظام أروس بوش أطس الحوايج إديريان إقدارون قوليمين ماذا بك إتقاب قليل لكما قولو كانت دقائق ولكن هذا غصه ربي والله الموضوع قيم قرطاس متشعب الى قص الوقت القرط خاطر يشوي 19 الحوايج لو كان اللي بغي نكونين اني نشوي 19 الحوايج باش نفرو الى قص نشوي تاع جدا الناتوره خمم من وضعك الا الميزان اللي حققت المطر اما تسيري تما تلوس كل يوم كل يوم هذا قيم ديال الحديث كل يوم هذا وراه كبار روايه ولكن حوايجك زمرنا هذا الظلم تهمت من خير إلى كل يوم اللي يخدم الخير ويوم كل يوم اللي يتساوى ويوم أسمي غير خدمة الخير خطر إنكم لن تسعوا الناس بصوركم ولا بأجسامكم ولكن سعوهم بقلوبكم يذي الواي إنهم لن تسعوا الناس بأموالكم سعوهم بأخلاقكم وقلوبكم خطر في ناس بس ما يليها غير ويض ولا ذويض يليه غرص ولا ذويض يليه غرص إنك يدفع بالتي هي أحسن فإذ الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم خطر وينك ميدلان دابا واش ما تخدم غير الخير غير الجهاد هذا يغلد حبيب ولا ما الا ولد غير يغلد حبيب واش يخدم على الشر فيجي الميزان اللي حققت الباطل ديال التنتجين ولا قري وناس اللي مستغار الحقوق حتى الوس ولا قاس مستغار الحقوق غف السليس في السليس ولا قاس مستغار الحقوق غف الوس نغل الواجبات خطر تم التوصيل تخم باش انت تهنوا واخا ما الا وانت في البخار ادهنوا لكن كي لك ني قلنا ندبو خام في صد غرفي وتنزع على الطبراني في شمس الخام وتوغى على الطبراني توغى لوتماس توغى لطمطو في نهماس توغى لديماس براون سن سوزتا هنا دمور الى قارب السيني ذاين غاية ولا قارب كل يوم يتولي كم سالك انسي هو شو السيادة الزخة ما جديد الى قتل حوض ما تشكل الحوض ولكن الى قتل سمير العقلية اللي نمل وكن الحوض يتنير وتروح ياسن تفضل العقلية يفيد صربان ولكن لأنت الحواج بلك نديري في الوقت
الا قبل ما انت تسجل كيف كيف انك من ديوسان وقال لي في الدخان ولا قرر سيني تبراني اسمع كم نغت نسلحو نغت سعر الحق المسلم بس الدخان ثلاث دخان هما كنت قداش ولا قرتي لي نعطيكني كيف كيف انا شايل ولا جاب ثلاثين تمغارين لو كان لم تولي همسك من الحقوق والواجبات لكن ما لزمون سينار الحقوق والواجبات لازم يكون لي ميلا بغانا نخدم من الالكتريسيتي نغلا فلومبرين نغلا فونتين غادي يولي بيرمين نروح عليها باش هذه السين كاس يسلحوا لكن هناك ناي زوجين بالمحال انا راح نستقسم كي لقى الزوجة باش الحقوق باش الواجبات ودي المشكل نكون نقبض ونسين الزواج راح كيف ليسونسيال هذا راح ارمين وغال لكن قارن نبدو نبدو الكاطو ديال الشوا هذا مقبر سي المشاكل تم قرانين غير تفضل لي مزال نتمنى شعور زوجين سمنيات في نادي الحول ذي الحرام هو اللي غادي زوجين خاطر الحرام ولا شدك في الحقوق والواجبات تجد الخطط تم قرانين ما الا غير مسلون النغوص نتخلي منها راه كميلاق وتنر كل شيء يثني باش انت غادي من النمشي الى قل الحول والله ما غادي يوضوس الدين لا بدا دوغاني قر الحرام كون نجور بين جويا اما كلا تاعش ندير الغرب أرمي بظن لايباز وزارينا ريزورة نتنشف لايباز يلقي للميزان حقوق وذي الواجبات يقدم سلينا قد ندورة فضكة نذكة أدكة رضكة اليوم القيامة ميزان حقوق والواجبات ميزان من حقق البطل إلا قلايباز سقسيني ما نسنيه ذواس اسكي ساغ الحق اسكي ساغ البطل نغ اسكي يجي خدم عربية تقبل فنان ودي قبلها في الصح إلو كانت غير لغتاغ الحق ذكار بكي نساغر الحق هرشون الحلال ترضينا ليه أكون نجور بين جمع أعطيك صحة الشيخ في سؤالة ذكية أنا خلصوا منه ويجي تمثال يكشف مليح العمل الغشية إن شاء الله تسفيدي إن شاء الله مني نبات اللي تدوق في السريع نبات اللي دائما نسمي لابد سليمي تشرعية أوروبا NTV والبيزات أردقات كان سؤال في مونديال دورف وما هو محبا أنسو في سؤال وهذه مجيلة نبات اللي تدون قوى على خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.